أول أسئلة في هذه الحلقة من أحد المستمعين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، فما معنى البردين؟ وهل صلاتهما تكفي عن صلاة غيرهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، صح في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى البردين دخل الجنة، والمراد بالبردين صلاة الفجر وصلاة العصر، كما قال تعالى: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وخص هاتين الصلاتين لفضلهما، لأنهما الصلاتان اللتان يجتمع فيهما الملائكة الحضرة، ملائكة الليل وملائكة النهار يحضرون ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فلذلك كانتا أفضل الصلوات، ولا يجزئ الاقتصار عليهما عن بقية الصلوات، وإنما نص عليهما لفضلهما فقط، وإلا فإنه يجب أداء الصلوات الخمس كلها، قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله صلى الله عليه وسلم: أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فلا يجوز الاقتصار على صلاة الفجر وصلاة العصر، وإنما النص عليهما دون غيرهما لتأكد فضلهما، ولأن المحافظة عليهما تعين على المحافظة على بقية الصلوات. أحسن الله إليكم.